Jalan-jalan ke sekolah Sayyidah Khadijah Gaza yuk, sambil antar 100 tas sekolah baru untuk anak-anak yatim di sana. Kita dengarkan juga cerita anak-anak di sana. Mereka suka gaya sama tas barunya. أنا الطالبة أمل محمد ريان وعمري 11 سنة أدرس بمدرسة السيدة خديجة الخيرية بالفرح والسعادة. كان في عندي شعور إنه الاختلاف بيني وبين زملائي، بس بعديها صرت أحس بالفرح والسعادة وفيش اختلاف. المادة المفضلة هي اللغة العربية لأنها من القرآن الكريم. تطلعات للمستقبل مهندسة. وحاصل على معدل يساوي 90.6 وأدرس فيها الصف وأدرس فيها المدرسة السيدة خديجة. أنا مبسوطة كثير عند حصولي على الحقيبة المدرسية. قبل الحصول عليها كنت أشعر بالحزن، وبعد الحصول عليها كنت أشعر بالفرح. عندما شعرت عندما حصلت على الحقيبة المدرسية شعرت بالسعادة الكبيرة. قبل كانت شنطتي قديمة، وبعد أصبح لدي شنطة جديدة. أمني الآن أن أدرس في إندونيسيا لأكمل مسيرتي التعليمية. أشكر كثير فلسطين على المساعدة الكبيرة. نعم، لأنها زودت لي من الأدوات القنطاسية مثل من الأقلام والأثاث. نشكر كثير فلسطين على المساعدة، وبارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا.